مرحبا بكم في الحلقة الثانية من دورة خط الرقعة. معكم يوسف حسان شلار، خطاط وفنان تشكيلي، أقدم هذه الدورة في مركز الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة والرياضة. في هذه الحلقة سنأخذ بقية الحروف بخط الرقعة بعد أن أخذنا الحروف الأساسية في الحلقة الأولى، ثم نتدرب على كتابة بعض الكلمات المفردة بخط الرقعة. نكمل باقي الحروف بخط الرقعة وسنجمع الحرف ألف مع حرف النون. ميزان حرف الألف 3 نقاط. ممكن أن نضع الميزان قبل رسم الحرف بحيث يكون معينا لنا على قياس الحرف. حرف الألف كاملا 3 نقاط، طبعا بعيد عن السطر بمقدار نقطة، لأن كأس النون سيبدأ من هنا وينزل إلى السطر ثم سيصعد وينتهي بهذا الشكل، ميزانه نقطتان. فحرف الألف مركب من حرف اللام مركب من حرف الألف وحرف النون. حرف اللام. حرف الكاف أيضا مكون من ألف كاملة مقدارها 3 نقاط، أيضا بعيدة عن السطر بحيث نركب حرف الباء، انحناء نازل وانحناء صاعد. ممكن أن نشبك الهمزة بهذه الطريقة مع حرف الكاف، طبعا نفس ميزان حرف الباء، ستكون مقدارها 4 نقاط من الخارج. وممكن أن ينتهي حرف الكاف هنا، نركب الهمزة نرسمها داخل حرف الكاف. الآن حرف الميم نبدأ بمثلث منحني الزاوية ثم خط مستقيم مائل قليلا بمقدار نقطتين من الأعلى، ثم حرف الألف المفرد نفس الميزان 3 نقاط. حرف الألف مشترك بين اللام والكاف والميم. سنجد أيضا حرف الألف في اللام ألف، فأنا أرسم ألف صغيرة ثم حرف الراء كبيرة، ثم سأرسم حرف الألف كاملا مقدار 3 نقاط. هنا حرف الألف نقطتان والميلان نقطة، لام ألف. هذه 3 حروف التي سنستخدم فيها حرف الألف. عندي حرف السين، سنكمل مع حرف السين بحيث أن نأخذ شكلي حرف السين. الشكل الأول هو عبارة عن السين بدون أسنان، سن إلى الأسفل ثم خط مائل قليلا ثم النون كاملة، الانحناء الأولى ثم الانحناء الأفقية ثم نكمل كأس النون، نفس ميزان النون وهنا نفس قياس الألف. السين الثانية مع الأسنان هي عبارة عن انحناء الراء الأول ثم نكرره ثم نرسم النون كاملة. التقطيع قد يساعدنا في دراسة الحرف. نأخذ الصاد عبارة عن خط مائل إلى أعلى اليمين ثم انحناء بسيط إلى اليمين، ثم ننزل بانحناء طويل ونركب عليه النون كاملة.
المقصد يكون نقطتان، وهنا تقريبا نقطة، ونلاحظ أن هذا الميلان نقطة أيضا، نفس حجم النون المفرد. الطاء نفس الصاد، خط مائل إلى أعلى اليمين، ثم خط نازل إلى أسفل اليمين. الخط الثاني يكون أقصر من الأول، ثم ننهي بخط مائل كأنها راء، نفس الراء، نفس انحناءة الراء ونفس نهاية الراء ولكنها أكبر قليلا. ثم نركب حرف الألف عند تقاطع الخطوط هنا. نكمل بعدها بالحروف التي ستأخذ كأس النون وصحن الباء. فعندي مثلا الفاء ستأخذ كأس الباء، سأبدأ بانحناء أفقي ثم أغلق المثلث من أعلى وأنزل. هذا رأس الباء، رأس الفاء عفوا، مكون من انحناء أفقي ثم مثلث فوقه ولكن مع بعض بحيث يعطيني هذه النتيجة، يكون مطموس. نفسه سيكرر معنا مع القاف والواو، فهذا رأس الفاء سأركب عليه الباء. نفس انحناء الباء، ارتكاز في الثلث الأخير ويكون ثلاث نقاط من الداخل. القاف ستأخذ كأس النون مع انحناء أو ميلان بسيط بهذا الشكل، ونقطتي القاف تكون موصولة معها، طبعا نفس النون ثلاث نقاط من الخارج. الواو سيأخذ نفس الرأس ولكن نهايته راء، نفس نهاية الراء. ننتقل الآن إلى الهاء. الهاء سنبدأها ببداية المثلث نفس الثلاث نقاط، ثم نرسم ألف كاملة مقدارها ثلاث نقاط، ثم نأخذ شكل الهاء المفرد. نذكركم بالهاء المفرد، كان شكله مثلث زواياه مدورة. الياء نبدأ بانحناء نازل إلى أسفل اليسار ثم تموج، نركب عليه بعدها كأس النون. يبقى لدي حرف العين. العين نبدأه بخط أفقي انحناء بسيط ثم خط مستقيم نازل إلى أن نصل إلى نفس مستوى البداية مثل رقم 2، ثم نخرج وننزل بخط شبه مستقيم إلى أن نخرج عن البداية بنصف نقطة، وهنا نبدأ الانحناء. بعد أن يبدأ الانحناء لاحظوا أنا وصلت إلى السطر، سأكمل وكأنني أرسم صحن الباء، أخرج عن البداية بمقدار نقطة، طبعا هنا نفس مقدار الألف ثلاث نقاط. هذا حرف العين. حرف الجيم يختلف معه في البداية، سأبدأ بالجيم من اليسار نقطة ثم انحناء ثم نقطتين ثم انحناء. طبعا هنا نقطة نفس مقياس النقطة، وهنا من الأعلى نقطتان. العين أيضا سيكون نقطتان. من هنا أنا سأنزل بشكل أيضا شبه مستقيم، أخرج قليلا ثم أكمل نفس جسم الباء، يخرج قليلا عن البداية وسيكون قياسه ثلاث نقاط. هكذا نكون قد انتهينا من الحروف المفردة.
كنا أخذنا في الحلقة الأولى الألف المفردة مقدارها 3 نقاط فيها درجة ميلان بسيطة. الباء كانت عبارة عن نقطة انحناء ثم نزول إلى أن أصل إلى السطر مقدار نقطتين تقريبا، ثم النقطة الأخيرة تكون ارتفاع فيكون ارتكازها في الثلث الأخير. وأخذنا أيضا الدال نقطة وانحناء ثم نقطتان مائلتان قليلا ميزانها نقطتان، ثم النون نقطة وانحناء ثم انحناء مائل إلى السطر وانحناء صاعد، ثم نكمل بخط شبه مستقيم إلى بداية النون ثم نوصل النقطة معها، من الداخل نقطتان، من الخارج 3، من الباء 3 نقاط. أخذنا الراء أيضا عبارة عن انحناء بدايته رفيعة والنهاية رفيعة أو مثلثان عكس بعض، حرف الراء. والهاء المفردة كما شرحنا. بعد أن أخذنا كل هذه الحروف ممكن أن نكتب بعض الكلمات بدون أن تكون موصولة مع بعضها. مثلا إذا أخذنا الدال مع الألف مع الراء سنكتب دار. ممكن أن نكتب مثلا كلمة زرع زاي مع راء مع عين، كلمة روح راء مع واو مع حاء، درس دال مع راء مع سين. ممكن أن تتدربوا عليها. كلمة أم ألف وميم أب، أدب. نكتب كلمة أدب، الألف نفس الألف المفردة، خط مستقيم عمودي مقداره 3 نقاط، الهمزة في رأس القلم، الدال نقطة وانحناء ثم خط مستقيم مائل قليلا، والباء نقطة وانحناء ثم جسم الباء. ممكن نكتب أيضا درس حرف الدال المفرد، حرف الراء وحرف السين، سأختار مع الأسنان. طبعا لكم مطلق الحرية في اختيار أي شكلين. ممكن أن نكتب بعض أيضا الكلمات، ممكن إذا وضعنا راء مع واو وأخرى، مثلا رؤوف مع فاء. نكتب كلمة ذوق، نتدرب على حرف القاف. نكتب كلمة أم، ممكن أن تكون الألف في كلمة أم أرفع من الألف المفردة. روح، ممكن تكون زوج حسب التنقيط. طبعا ممكن يعني نأخذ كلمات مفردة كثيرا
مثلا درب، وزدة، ذرة، أرض، أذن. ممكن أن تركبوا كثير من الكلمات من الحروف المفردة. الآن يجب أن تتقنوا الحروف كلها، وكما رأيتم ممكن أن تكتبوا بعض الكلمات بحروف مفردة، ولكن الأهم هي إتقان الحروف المفردة بميزانها. وأذكركم دائما بالزاوية التي أخذناها في الحلقة الأولى والتي يمكن استخراجها من هذا الشكل. فالزاوية هذه يجب أن تركزوا عليها بحيث أن تكون في كل الحروف من البداية إلى النهاية بدون أن يدور القلم أو يتحرك أو تتغير زاويته. فأنا مثلا إذا سأكتب حرف الدال، القلم لم يتحرك، وإنما أنا رأس القلم لم يتحرك، زاوية القلم لم تتحرك، أنا حركت القلم كله. كل الحروف ينطبق عليها هذه القاعدة. تدربنا في هذه الحلقة على كتابة الحروف المفردة بخط الرقعة وكتابة بعض الكلمات. في الحلقة القادمة سنأخذ قواعد توصيل الحروف مع بعضها بحيث نكتب كلمات وجمل بخط الرقعة. إلى أن نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.